بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. الترجي الرياضي التونسي ينهي مباراة ضد الاتحاد المنستيري على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1. الاتحاد المنستيري يخطف نقطة التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة بعد ما كان الترجي متقدم في النتيجة منذ دقيقة 36 من الشوط الأول، ولكن الاتحاد المنستيري مرمش المنديل ولعب حظوظه الآخر المباراة وتمكن من تعديل النتيجة الثواني الأخيرة كما قلت لكم من الوقت الضائع للمباراة. تعادل مستحق، تعادل مثير بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري، يعني كروين زوز فرق قدموا عليهم وأكثر. ولكن هنا نحب نتكلم على حكم المباراة. الحكم هذا اللي كان يعني الناس كل تفرجت وحتى الخبير التحكيمي لقناة الكاس القطرية اللي تحدث على الورقة الحمراء المستحقة للاعب الاتحاد المنستيري بعد تدخله العنيف على الظهير الأيمن للترجي الرياضي التونسي محمد بن علي، خلاله يعني إصابة في على مستوى الوجه. الحكم هذا بعد ما تدخل الفار وطلب انه الحكم يجي يشوف اللقطة قرر انه يعطي ورقة صفراء. الناس كل تحدثت على ورقة حمراء مستحقة لمهاجم الاتحاد المنستيري وليد قرفالة نادي قراص من الترجي الرياضي التونسي، كان تحدث بعد اللقاء وقال يعني انه إدارة الترجي ما عادش باش تسكت على الشيء اللي صار مع الحكم هذا. والحكم هذا قال عنده مشكلة مع الترجي الرياضي التونسي لانه الخطأ الاول اللي قام به في مباراة النجم الساحلي في مرحلة التتويج واللي كان ألغى هدف صحيح لرودريغو رودريغيز آنذاك وكان ينجم يأثر على نتيجة المباراة، وكانت تنجم تغير وجه الاتحاد المنستيري وكانت تأثر على المباراة. هذا شنو قال وليد قرفالة مرتين مع الحكم هذا سيامي العيادي مرة في الفار نحفونت واضح لرودريغو رودريغيز كان ينجم يأثر على نتيجة المقابلة، لكن الحمد لله في الأخير انتصرنا. اليوم لقطة واضحة أجمعوا النقاد والمحللين التحكيميين الكل منذ الشوط الأول، فما ورقة حمراء البلال أيت مالك، لكن الحكام يمشي للفار ثم ما نعرفوش شنو اللي صار يعطي ورقة صفراء مع لقطة كما هذيك. هاكم شاهدتوا الوجه نتاع بن علي، الحقيقة اليوم سؤال يطرح نفسه على الحكم هذا في جولتين معناتها ضد النجم الرياضي الساحلي واليوم ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. الحقيقة ظلم الترجي الرياضي التونسي، ولنا نحن كترجي الرياضي التونسي كما قلت راه بقطع النظر عن النتيجة مستائين برشا اليوم من مردود الحقيقة تاع الحكم هذا، باش نشوفوا شنو هي باش نعملوا والموقف اللي باش نتخذوه ان شاء الله الايامات الجاية مع الحكم هذا، لأنه مش معقول جولتين ضد النجم الرياضي الساحلي واليوم الاتحاد الرياضي المنستيري معناتها تأثير واضح على نتيجة المقابلة مع نفس الحكم مرة في الفار ومرة اليوم كحكم يمشي يشوف اللقطة واضحة اللقطة ويظل يشوفتوها الناس الكل وياخذ قرار تاع ورقة صفراء. الحقيقة قرار مضحك معناتها اليوم نعتبروه، احنا باش نشوفوا الايامات الجايه شنو الموقف مع الحكم هذا. ما كنتش باش نحكي بعد المباراه، ما كنتش باش نعمل فيديو، ولكن عجبني تدخل وليد قرفالة. هكا نحبوا اداره الترجي الرياضي التونسي لازمها ما عادش تسكت على المظالم هذه وما عادش تسكت على اشباه الحكام اللي قاعدين يتطاولوا على الترجي الرياضي التونسي. وكما قال وليد قرفالة تو نشوفوا اداره الترجي شنو الاجراءات اللي نجم تتخذها في حق هذا الحكم في قادم المباريات. هذا اذا متابعينا الكرام شنو حبيت نحكي في الفيديو هذا، تدخل وليد قرفالة والمظالم التحكيمية خاصة من أمير العيادي اللي ظاهر أنه عنده مشكلة مع الترجي الرياضي التونسي. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.